بتكليف من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، حضر سعادة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة وسمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة مراسم حفل تسليم القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية الذي أقيم مساء أمس في مقر القاعدة الأمريكية في الجفير، حيث تسلم الفريق جون أكويلينو مهام قائد القوات البحرية الأمريكية بالقيادة المركزية وقائد الأسطول الخامس، وذلك خلفا للفريق كيفن إم دونيغان الذي انتهت فترة عمله. ونقل سعادة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة وسمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة تحياتي وتهاني صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الفريق أكويلينو بمناسبة توليه مهام المنصب الجديد، وتمنياتي سموه له بالنجاح والتوفيق. كما نقل شكر وتقدير صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للقائد السابق الفريق دونيغان على الجهود التي بذلها خلال فترة عمله في توطيد روابط التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وتنميتها لا سيما في المجالات العسكرية والدفاعية. ونوه سعادة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة وسمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة بما تشهده علاقات التعاون المتميزة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة من تطور يلبي المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. من جانبه أعرب الفريق أكويلينو عن خالص شكره وتقديره لمملكة البحرين وقيادتها الحكيمة على ما توليه من اهتمام بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، منوها بحرص بلاده على تقوية العلاقات التاريخية مع مملكة البحرين وتطويرها بالشكل الذي يحقق تطلعات البلدين والشعبين الصديقين.